نحن الآن نتواجد في المنطقة الشرقية من مدينة غزة. إلى هنا جاء عدد كبير من النشطاء لبدء فعاليات الإرباك الليلي. هذه الفعاليات التي بدأها النشطاء تأتي في سياق رسائل سياسية ووسائل من الضغط لجأت إليها الفصائل الفلسطينية بعد أن فشلت في التوصل أو تنفيذ بقية اتفاقية وقف إطلاق النار أو البنود التي توصلت إليها في عقب انتهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. إلى هنا النشطاء جاءوا وأشعلوا الإطارات المطاطية وأطلقوا القنابل الصوتية والألعاب النارية المختلفة في هذه المنطقة لمشاغلة الجيش الإسرائيلي الذي أحضر أعداد كبيرة من الدوريات الإسرائيلية إلى هذه المنطقة. جيش الاحتلال الإسرائيلي استخدم القنابل الغازية وأطلق الرصاص الحي باتجاه المتظاهرين في هذا المكان في محاولة منه لإبعاد هؤلاء المتظاهرين وبالتالي منعهم من التقدم أكثر فأكثر. هذه المنطقة أيضا شهدت قبل نحو أسبوع من الآن حادثة إطلاق النار باتجاه أحد جنود الاحتلال القناصة الذين كانوا قد تمركزوا على هذا السياج وتعرض أحد الجنود القناصة لإطلاق النار في هذا المكان ومن ثم يعني توتر الوضع شيئا فشيئا وبالتالي هذه المنطقة لا زالت بؤرة من التوتر حتى هذه اللحظة في شرق مدينة غزة ولا زالت حالة الكر والفر هي سيدة الموقف بين النشطاء وجيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يعمد على تعزيز قوته في هذه المنطقة الحدودية. النشطاء يقولون هنا بأنهم سيواصلون هذه الوسائل وسائل الإرباك الليلي والوسائل الخشنة لإرباك جيش الاحتلال حتى تنفذ إسرائيل كافة المتطلبات الخاصة بالمقاومة الفلسطينية. من الحدود الشرقية لقطاع غزة، عبد الله مقداد، العربي.